إن هناك سباق تسلح بين أمريكا وروسيا، وقد تم الاجتماع القمة بين الرئيسين الأمريكي والأوباما والروسي ميدفيديف، وذلك من أجل الحد من الأسلحة النووية والتسلح وتقليص الأسلحة النووية إلى النصف أو إلى الثلث، وإن كان هناك اختلاف ما زال اختلاف بالنسبة للملف النووي الإيراني والذي تدعمه سوريا وتدعمه روسيا، وما نجده من أيضا الدرع الصاروخي الذي تحاول أمريكا أن تنشره فوق أوروبا. كل هذه مباحثات قد تم التوصل إلى تهدئة البعض منها، وما يمكن أن يكون في خلال المراحل المقبلة من تهدئة أفضل لما يمكن أن يكون.